طرد فتاة من مشاهير سناب شات من مزاد دانا سلمى للإبل بنسخته الأولى بمحافظة الشنان في حائل. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم. تداول المتابعون على موقع تويتر مقطع فيديو يوثق طرد إحدى مشهورات سناب شات من فعاليات مزاد دانا سلمى للإبل بنسخته الأولى بمحافظة الشنان في حائل. وأخبر المسؤول عن مزاد الشنان للإبل بحائل مشهورة سناب شات بأنها غير مرحب بها بقوله: غير مرحب بك، أنت تسيبين أو تسببين فوضى وضجة وتجمعات، ونعتذر عن استقبالك. حيث تباينت ردود الأفعال من جانب المغردين على موقف المسؤول عن المزاد ما بين مؤيد ومعارض وبين رافض لما قام به باعتباره اعتداء على الحرية الشخصية.